بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم متابعين الكرام أينما كنتم، ما زلنا متواصلين وإياكم مع هذه الانطلاقات المستمرة على أرضية ميدان الشحانية شوطا ويتلوه الآخر من ضمن انطلاقات هذا المحلي السابع. إذن انطلق هذا الشوط التاسع للثنايا الابكار، المسافة هي 8 كيلومترات. لنبدأ بداية مع من تحتل المركز الأول وتنطلق هنا نقم لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يقدم لنا نقم مع أول التحديات في عملية التضمير المركز الثاني. أتابع تقسيم لهجن الشحانية وسالم بن فرام في عملية التكتيك المركز الثالث. وصل التحذير لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل في عملية المتابعة. المركز الرابع، رابع المراكز، ذهيبة لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري، هكذا هي الرباعية. بينما المركز الخامس، أتابع الوصول والقدوم من قبل الهابة لهجن الشحانية وفرام بن محمد بن قريع، يتابع لنا الهابة مع المركز الخامس. هكذا مشاهدين الأعزاء نداءنا الأول لهذه الأسماء الحاضرة، وما زالت البداية ومقدمة الشوط مع نقم لهجن الشحانية. يتابعها المشاغب محمد بن خالد العطية من يتابع لنا نقم مع مقدمة الشوط. بينما أتابع الحضور من قبل تحذير لهجن الشحانية، المتابعة لدى البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يتابع لنا تحذير مع المركز الثاني، من تنطلق وصيفة لنقم مع المركز الثاني. المركز الثالث، الوصول والقدوم والتحرك من قبل تقسيم لهجن الشحانية، سالم بن فاران يقدم لنا تقسيم في عملية التضمير. المركز الرابع، أتابع هنا ذهيبة لهجن الشحانية وسالم بن فاران يقدم لنا الذهيبة هنا مع المركز الرابع. تنطلق بكل قوة وبكل جدارة إلى المركز الرابع وتسير بخطى الذهب الثابتة خطوة بخطوة وتتحرك إلى المركز الثالث. إنه الذهبي سالم بن فاران، أحد عمالقة التضمير، أحد الكبار، وكلهم كبار المتابعين لهذه المؤسسة، أبدعوا وتألقوا في هذا الموسم. المركز الخامس، أتابع هي الأسماء وما زالت الأسماء، وأتابع هنا الحضور من قبل الهابة لهجن الشحانية وفاران بن محمد بن قريع، يقدم لنا شعار هجن الشحانية والتدخل في هذه اللحظات من قبل احتلال لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة، هذا المضمر الذي تألق في المحافل الكبرى على الصعيد الشخصي أو متابعا لهذا الشعار، فمرحبا بهذا الحضور لهذا الشعار الكبير. هكذا هي احتلال حاملة لهذا الشعار المتألق والكبير، من ينطلق إلى المركز الخامس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة في عملية التضمير. هكذا للمرة الثانية، وما زالت الأسماء الرباعية هي الأسماء. بينما أتابع تغيير في المراكز وبداية هذا الشوط مع نقم لهجن الشحانية، المتابعة لدى المشاغب محمد بن خالد العطية من يتابع لنا نقم مع مقدمة الشوط. إذا نقم ما زالت قائدة لهذه المسيرة، متحكمة بقبضة الصدارة. المتابعة لدى المشاغب محمد بن خالد العطية
من يتابع لنا نقم بين مذهبة. وصلت في هذه اللحظات لهجن الشحانية وسالم بن فران من يقدم لنا هنا ذهبة مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل التقسيم لهجن الشحانية المتابعة لدى الذهبي. المركز الرابع أتابع هناك الحضور والتسلل من الجانب الأيمن. انطلقت أسياد لهجن الشحانية. البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يتابع لنا أسياد من قدم لنا الشعبية في الشوط الرئيسي. قدم لنا كذلك أسياد الحاضرة مع المركز الثالث المركز الرابع. الحضور من قبل تقسيم لهجن الشحانية. المتابعة لدى الذهبي سالم بن فاران المركز الرابع. تقدمت الهابة هنا مع المركز الرابع. المركز الخامس هي الهابة لهجن الشحانية والصامل فاران بن محمد بن قريع المتابع لدى الهابة المنطلقة مع خامس المراكز. إذا للمرة الثالثة أو المرة الرابعة لهذه الأسماء الحاضرة ولهذه الجواهر المنطلقة في ميدان الشحانية وما زالت هنا صامدة وقائدة لهذه الثنايا. ما زالت نقم هنا مع أول التحديات. ما زالت صامدة وتنطلق بكل قوة وبكل صمود وكل شراسة تتحرك هنا مع أول المراكز لهجن الشحانية والمشاقب محمد بن خالد العطية من يتابع لنا نقم مع المركز الأول. المركز الثاني تحركت الهابة لهجن الشحانية المتابعة لدى الصامل فاران بن محمد بن قريع من قدم لنا حاتم في الشوط الرئيسي يدفع لنا بالهابة مع المركز الثاني. ألا يا الهبوب الباردة عجلي هبي. هبت هنا الهابة إلى المركز الثاني اندفعت بكل قوة وبقوة الصامل الحاضر مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والقدوم من قبل تقسيم لهجن الشحانية وسالم بن فاران يقدمها لنا في عملية التكتيك والمتابعة. المركز الثاني هي ذهبة لهجن الشحانية كذلك الذهبي في عملية التضمير. المركز الخامس أتابع الحضور من قبل أسياد لهجن الشحانية ويتابعها في عملية التضمير. جار الله بن محمد بن عقيل من يتابع لنا أسياد من تنطلق خامسا. إذن أسياد لهجن الشحانية تندفع مع المركز الخامس بينما المركز الرابع ذهب لهجن الشحانية. المركز الثالث هي تقسيم. المركز الثاني هي الهاب ونقم نقم 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 نقم. ما زالت قائدة لهذه المسيرة. ما زالت تواصل وطأة ضغطها على مقدمة الشوطة. يتابعها المشاقب محمد بن خالد العطية. ما زال صامد المشاقب مع مقدمة الشوطة في محاولات من بقية المضمرين بينما المشاقب ما زال صامدا. ما زال يتحرك بكل شراسة مع نقم مع مقدمة الشوطة. المركز الثاني هي الهابة لهجن الشحانية. فاران بن محمد بن قريع يتابع لنا الهابة وصيفة لنقم تتحرك مع مركز الوصافة. المركز الثالث تقسيم لهجن الشحانية يتابعها من الذهبي سالم بن فاران أحد أشرس المضمرين الحاضرين. تاريخ مشرف يحمله هذا الشعار وهذا المضمر الكبير بإنجازاته وبحضوره المشرف في كل المحافل الكبرى. المركز الرابع كذلك ذهب لهجن الشحانية المتابعة لدى الذهبي سالم بن فاران من يتابع لنا ذهب بينما تحركت أسياد لهجن الشحانية الباحث
باحثة عن السيادة والريادة بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، يتابع لنا أسياد الحاضر، أسياد التي بدأت بالسرعة في هذه اللحظات إلى المركز الرابع، والتقيير من قبل الصامل ومن قبل الهابة لهجن الشحاني. تحركت الهابة إلى مقدمة الشوط، يتابعها الصامل الصامل الصامل. عندما يصمل الصامل يكون له الحضور الكبير، انطلق هناك مع مقدمة الشوط. من قدم لنا حاتم مع الشوط الرئيسي لسن الثنايا، يدفعنا هنا مع مقدمة الشوط بالهاب. بينما هنا المركز الثاني نقم ومحمد بن خالد العطية يتابع لنا نقم مع مقدمة الشوط، والحزام الأخضر وتقسيم لهجن الشحانية. المتابعة لدى الذهبي سالم باختلاف المضمرين، والشعار هنا لهجن الشحانية الأدعم القالي والهاب. الصامل الصامل الصامل، من يتابع لنا الهابة في آخر الأمتار بهذه الانطلاقة الكبيرة وبهذا التحرك الكبير للهاب لهجن الشحانية. الله يا أسياد، أسياد لهجن الشحانية، ما بين الهاب، ما بين أسياد، ما بين الصامل، ما بين البرنس، آخر الأمتار، آخر الأمتار. يا سلامي على اللي ركضها يبعد الهاجوس، تقول الثرى مثل الجمر تحت ما طاها. تحركت الهابة وانفردت وبدأت بالمباعدة بمتابعة أحد أكبر المضمرين الصامل. شكرا لك يا بن قريع على هذا العرض الكبير الذي تقدم لنا هجن الشحانية، وكذلك هي الهابة من حققت هذا الفوز وهذا الانتصار بكل جدارة واستحقاق لهجن الشحانية. والصامل من تابعها في عملية التضمير المركزي الثاني احتلال لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني وحمد بن طالب بن عمارة. المركز الثالث، المركز الثالث أسياد لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الرابع، المركز الرابع هي أمقيضة لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. المركز الخامس، المركز الخامس الكايدة لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران. هكذا مشاهدين الأعزاء تابعنا وإياكم حضور الهابة لهجن الشحانية من حققت هذا الفوز وهذا الانتصار. المتابعة لدى فاران بن محمد بن قريعة. التوقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية، 26 جزءا من الثانية. هكذا هو توقيت الهاب من حققت هذا الفوز وهذا الانتصار احتلال لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. المتابعة لدى حمد بن طالب بن عمارة. توقيت الزمني 12 دقيقة و 49 ثانية و 96 جزءا من الثانية. هكذا هو توقيت احتلال. المركز الثالث كان الحضور من قبل أسياد لهجن الشحانية. المتابعة لدى البرنس. التوقيت الزمني 12 دقيقة 54 ثانية و10 أجزاء من الثانية.